ودعت الأسرة الإعلامية الكويتية الإعلامي عبد الله المحلان أحد أعمدة جيل المبدعين في مجالات الإعلام المسموع والمرئي على حد سواء، تاركا بصمة مضيئة في ذاكرة وتاريخ البرامج والأعمال الإذاعية. وقد شيعت جموع من المحبين لمحلان في مقبرة الإصليبخات مستذكرين ذلك الصوت الذي انساب إلى أسماعهم عبر إذاعة الكويت ومقابلاته التلفزيونية، مسجلا علامة فارقة في العمل الإعلامي. أبرز محطات الراحل في تقرير الزميل أحمد العنزي. أنا كويتي وأحب الكويت، ودي الفرحة تدش كل بيت، أحب النقعة والنوير، أحب التراب، أحب جبلة وموت بشرق والمرقاب، أحب الكويت قبل النفط وعقب الزيت، أحب الكويت ودي الفرحة تدش كل بيت، أنا كويتي وأحب الكويت. ضربة موجعة تلقتها الأسرة الإعلامية الكويتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام بعد أن غيب الموت الإعلامي الكبير عبد الله صالح المحيلان، والذي ساهم بإبداعاته الفنية في إثراء الساحة الإعلامية لعشرات السنين. شك أنهنيك عبد الله على برنامج استراحة الخميس اللي عرف أكثر باسم استراحة المحيلان. تسلم يا عبد الرحمن، شهادة اعتز فيها والله. أتقدم بخالص المواساة إلى أسرة المحيلان الكرام. وفاة الأم عبد الله المحيلان، هذا الهرم الإعلامي الكبير الذي قدم للكويت الكثير والكثير، ونسأل الأخوة الإعلاميين القادمين أن يسلكوا هذا النهج الإعلامي، ويكون كل من مخلص في رسالته الإعلامية. المحيلان عمل كمذيع في إذاعة الكويت، حيث كان يقدم البرنامج الشهير استراحة الخميس في الثمانينيات، وكان أحد أهم البرامج المذاعة آنذاك، إضافة للبرنامج التلفزيوني للمشاهد مع التحية، إلى جانب عمله بالإخراج السينمائي للأفلام الوثائقية، ومن أهمها فيلمه الشهير أريتريا وطني الذي قام بتصويره وإخراجه عام 79 وتم عرضه في أمريكا. سمعت ان امريكا طلعت للقمر وتمشت عليه؟ لا انا ما اصدق بهذه. ليش؟ والله ما اصدق. ها والله حطوها في التلفزيون شافوها الناس. اي والله وتمشوا وقعدوا هناك كم يوم؟ الله ربنا رب. والله اذا ركبوا على القمر ما بقى شيء. ليش؟ الله يكفينا شرهم. فوق القمر؟ اي والله راحوا هناك وتمشوا وحطوا علمهم ورجعوا. ابنائها اللي واكبوا المسيرة الإعلامية الأستاذ عبد الله المحيلان اللي كان له صولات وجولات في الإذاعة وفي التلفزيون. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للفقيد ولأهله ولمحبيه جميعا في الكويت وفي خارج الكويت. المحيلان يعتبر واحد من أعمدة جيل المبدعين في مجالات الإعلام المسموع والمرئي على حد سواء، تاركا بصمة مضيئة في ذاكرة وتاريخ البرامج والأعمال الإذاعية التي حفرت اسمه بأحرف من نور. وكان لدراسة المسرح في جمهورية مصر العربية دورا في ثراء فكره ورسالته الإعلامية، وكان مثالا للإبداع والالتزام بقواعد وآداب وأخلاق العمل الإعلامي، ومثالا للجد والمثابرة والتميز الذي فرض به نفسه وفكره على استقطاب مستمعيه خليجيا وعربيا. رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. أحمد العنزي، الرأي.